طيب في دكتور، احنا طبعا بنتكلم ان احنا الصفات الايجابيه وكده، اكيد في صفات ما ينفعش لو شفتها في الطرف اللي قدامي، يعني هو ما ينفعش ان انا اقول مثلا هتتغير قدام او كده، يعني في طباع معينه هي فعلا فيما بعد هتاثر على البيت والجواز وكده. ممكن حضرتك تقول ايه الصفات اللي لازم نبتعد عنها لو موجوده في الشخص اللي قدامنا؟ هو الموضوع ده يعني يطول شرحه، يعني ولكن ممكن انا نختصرها في كده اختصار مثلا. انا هدي ممكن نصيحه للسيدات ونصيحه للرجال بالنسبه زي للحاجات مثلا اللي حضرتك، بتجينا في معلش اقطع كلامك، حضرتك قلت الاول يعني الاحترام ده متهيألي مهم جدا، ده طبعا اساس كل يعني حاجه. انت اكيد هو طبعا الاحترام ده اساس اي علاقه انسانيه، سواء دي علاقه صداقه او علاقه ارتباط او اي علاقه انسانيه اجتماعيه تقوم على الاحترام. اذا غاب الاحترام فقدنا العلاقه بالكامل. بالنسبة للسيدات، أكتر الحاجات اللي ممكن تخليها تطلب الانفصال أو ما تبقاش او ما حابة إن تدخلش هي العلاقة تدخل في تكمل. العلاقة دي، بالنسبة للرجل إن هو يكون عنده تعدد في علاقاته بالجنس الآخر، لأن في نوعية من الرجال كده وبتبقى في مبرر أو حجة هو بيقولها إن هم زي إخواتي أو هو هم يعني موجودين يكون زي عنده إخواتي. أصدقاء كتير، ولا قصدك يكون حضرتك دخلت كذا تجربة؟ سواء ده أو ده، حتى لو عنده أصدقاء كتير وهو بيعاملهم إنهم أصدقائه فعلا، في نقطة لازم ناخد بالنا منها، هي احترام مشاعر المرأة. النقطة دي مهمة طبعا. جدا. فالمرأة لما بتشوف الشخص اللي هي متعلقة بيه عاطفيا أو هترتبط بيه ليه علاقات تانية حواليه، أيا كان مسمى العلاقة دي إيه، صداقة أو علاقات عمل أو غيره، دون احترام مشاعرها دي كافية إن هي تهدم العلاقة دي طب تماما. احنا عادة بنسمع انه ليتلي يعني البارتنرز او الشريكين يعني بيحطوا زي قواعد او رولز كده قبل الجواز عشان يمشوا عليها بعد الجواز، هل ده يعني شيء ليه لازمة، يعني ليه فايدة، ولا في الاخر ما بيتعملش بيه، ولا بيسبب مشاكل بعدين، ولا هو شيء جيد يعني؟ هو نجاح أي زواج بيبقى فيه شوية مبادئ كده احنا لازم نمشي عليها، بس المبادئ دي في نقطة مهمة جدا عايز الناس تعرفها، إن أنا بحطها لنفسي أولا مش للشريك. دي نقطة مهمة جدا. بمعنى إيه؟ أنا أول حاجة لازم يكون عندي نقطة اسمها تعارف، يعني أعرف اللي قدامي ده بيحب إيه وإيه اللي مش بيستحسنه، لازم أبقى واخد فكرة مجملا عنه. تاني نقطة، والنقطة دي خطيرة جدا ومهم عايز الناس تاخد بالها منها، اسمها التنازل. التنازل مش معناه ان انا بتخلى عن حاجة اساسية في العلاقة، لكن على مدار 8 سنين ده كل شفناهم الناس ماشية في بموضوع التنازل ده غلط، يعني بتفهمه غلط. بيتنازلوا يعني، خصوصا الستات بتقعد تيجي على نفسها كتير وبتلاقي العلاقة بعد كده يعني. فممكن تندم بقى حضرتك بعد بس كده. تشرح موضوع التنازل ده، لأن هو يعني ملمس في ان هي ممكن اقولها في جملة بسيطة، بسيطة للناس ان هي تفهم فعلا يعني ايه تنازل، او يعني يعني تستحمل ظروف. في فرق. التنازل المقصود منه بمفهومه الإيجابي هو ان انا صغائر الامور بتغافل عنها. باجي على نفسي يعني. لا ممكن يعني على ما اعتقد انه انا بتنازل عن حاجه بسيطه، يعني حق من حاجه حقوقك مثلا، او انه مثلا حاجه مضايقاني فانا عديتها مثلا. اصل انا هقول لحضراتكم على حاجه، اتفضل. احنا داخلين علاقه الجواز دي ان احنا بنقول عليها علاقه شراكه. طبعا. انا جاي من بيئه وشريكي جاي من بيئه مختلفه تماما او ثقافه مختلفه تماما، قد يكون شيء بالنسبه لي انا بس بعمل اكيد كده. احنا الاثنين اخترنا بعض، اكيد يعني بقيت زي بعض يعني، اكيد في توافق، في تبادل في الفكر وكده. بس احنا لو هنرجع لموضوع التنازل، في حاجه ان انا استحمل شريك حياتي يعدي بمرحله او بظروف معينه فانا استحمله كواجب كزوجه، صحيح. وفي حاجه اسمها اتنازل عن حقي، ان اللي قدامي مثلا يجي عليا، يجي مش عارفه على حقوق من حقوقي. التنازل ده في حد ذاته صحيح. غلط. التنازل عن مشكلات كبيرة أو حاجات أنا بقول عليها إن هي أسس ومبادئ العلاقة بتقوم عليها، ده كده ما اسمهوش تنازل. التنازل ده أنا بتكلم على إن يعني في بعض الأحيان أنا المفروض بشكل طبيعي بيكون لي حق من الحقوق برضا، وناخد بالنا من النقطة دي، برضا لظروف ما أنا قررت إن أنا أتنازل علشان خاطر أقف جنب شريكي لأي سبب من الأسباب. لكن يعني تنازل عن إيه بالظبط حضرتك؟ عشان الكلمة كبيرة.
نتنازل يعني عشان الناس برضو فاهمه يعني ايه تنازل. اتنازل في ايه بالظبط؟ قد مثلا يكون في مثال بسيط عيد ميلادي. مثلا اوكي عيد ميلادي من الطبيعي ان احنا بنحتفل بيه كاسره. طبعا في وقت من الاوقات كان في ضائقه ماليه الزوج بيمر بيها، فهو جاء لزوجته أنا مش هقدر السنة دي، وليكن يعني كمثال، مش هقدر السنة دي أحتفل بيه معاك لأن أنا بمر بأزمة ما. هو لو صادق في مشاعره تنازلها عن فكرة إن هي لازم يكون في عيد ميلاد وندعي أصحابنا ولازم يبقى في هدية بتجيلي، تنازل عن النقطة دي مش هيمس كرامتها في حاجة، بل بالعكس زوجها يكبر منها عند الزوج. بالظبط كده. فأنا بقول التنازل فيما يليق. بس حضرتك انا معلش انا بس عايز اسال سؤال حضرتك. ساعات في ناس لما بتيجي بتنزل عن حقك معاهم بياخدوها عايده، صح؟ صح يعني. بس it depends برضو يعني بس يعني في حاجات برضو بسيطه زي ما حضرتك ذكرت عيد ميلاد او كده، هو ممكن بحاجات بسيطه بس انا اقدر برضو يعني اقدر الحاله، اقدر الست اللي معايا يعني حتى لو حاجه بسيطه مش مكلفه يعني. ده اللي احنا بنقصده. بس شويه انا لو بتكلم من الناحيه النفسيه في فكر الرجال، فكر الرجال يختلف شوية في التكوين النفسي عن فكر السيدة. يعني ممكن تكون السيدة بالنسبة لها طب لو زوجي كان جاب لي هدية بسيطة أو حاجة يعني دخل عليا بوردة مثلا كنت هكون فرحانة وفي قمة سعادتي، حاجة إيجابية جدا. لكن الزوج بالنسبة له اللغة اللي المفروض زوجتي تفهمها إن أنا بعتذر لها، فكده الموضوع يبقى خلاص ما عندناش مشكلة، في حين ان هو كانت ممكن حاجة بسيطة ترضيها.